كانت ممتازة التمريرة من دغموم ناحية عمورة وتدخل المدافع والذي تدخل أمام عمورة، والحكم نسيب لم يتأخر في الإعلان عن خطأ وضرب الجزاء. تدخل كان من اللاعب لكرة الجزاء وجه لوجه مع الحارس علوي وجانيت، جانيت يتأهب، جانيت يسدد بقوة يباغت الحارس علوي ويوقع الهدف الأول الوفاق، يفتح مجال التهديف على إثر ضرب الجزاء الوفاق. وعلوي لا يريد، نعم. لا اعتقد انه سيواصل، لا اعتقد انه سيواصل، نتمنى ان يواصل، ولكن اذا كان الالام اشتدت فبدون شك سيغادر في الوقت اللي يشاهد الاعاده. شكرا للزملاء التقنيين، المخرج الشيطان نوفل وضربه الجزاء. تبقى المحاوله من جانب الوفاق، بروعه بروعه جابوا وجابوا بروعه، يوقع الهدف الثاني عبد الموم بهذه الطريقه وبهذه الكيفيه على مشارف منطقه العمليات، يوقع الهدف الثاني ويضع الكره في الزاويه صعبه للحارس علوي الذي يعاتب الدفاع الذي لم يكن يقوم بالمراقبه كما ينبغي في الزاويه البعيده، في الزاويه الصعبه والبعيده. جابوا يسجل جابو على طريقه جابوا على طريق الزاويه، نعم كان لوحده هنا الخطا في، نعم. في المراقبه من جانب دفاع اتحاد بسكره، وجابوا يوقع الهدف الثاني لمصلحة الوفاق. نعم هدف جميل جدا على طريقة الوفاق سطيف، هدفين اتحاد بسكرة صفر. تغييرات، ثلاث تغييرات مع بداية الشوط الثاني، في تغيير من جهة اللعب اتحاد بسكرة. أصبح الدفاع لا يتحمل عبء المقابلة، سريع مورا، مورا سريع سريع داخل منطقة العمل، الكرة هنا ترافق والقائد جابو عبد المؤمن يوقع الهدف الثالث. انطلاقات سريعة جدا من عمورة، مرعب عمورة لما ينطلق سريع جدا، لما يلقى المساحة الكافية أمامه ويحرر الجميع ويحرر حتى المدرب نبيل كوني الكوكي. هاي الانطلاقة السريعة من عمورة، انطلق سريعا كالسهم، توغل داخل منطقة العملية، توزع والارتماء الجميلة من جابو عبد الموم، وكأنه يستعرض شبابه لعبد الموم جابو اليوم في مباراة اليوم في هذه الارتماء، وكأنه في عز شبابه يوقع هدف ممتاز جدا على غرار الهدف الثاني. وفاق سطيف ثلاث أهداف، شباب أو اتحاد بسكرة صفر. وفاق سطيف أكثر واقعية من اتحاد بسكرة، وإن كنا تكلمنا أنه فريق وفاق سطيف اليوم راح من أجمل الأهداف التي تسجل بهذه الطريقة وبهذه الكيفية. سندخل بعد الحادثة الوقت البدل الضائع، ننتظر كما أضاف الحكم من وقت بدل ضائع. كرة طويلة ناحية العيدوني اللي يدخل منذ حين، يلحق عليها العيدوني المدافع الاتحاد يفقد التوازن ويرفع كرته ناحية لوموتي اللي يسجل لوموتي الرابع، وبالفعل نعم لوموتي يسجل الهدف الرابع للاعب لوموتي مع الوفاق. إذا لوموتي أول كرة تصله يتمكن من توقيع الهدف الرابع، وفرحة لوموتي بالهدف وسجود الكوكي، نعم لأنه نعم وكل يحاول يرفع من معنويات لوموتي، نعم دون ان ننسى العمل الجيد للاعب العيدوني، نعم وحتى ترويض الكره بشكل جيد من اللاعب لوموتي والتسديد بقوه، واللاعب كان لوحده ايضا، خطا في المراقبه من الاخطاء المكلفه بالنسبه لدفاع اتحاد بسكره، ويوقع الهدف الرابع. اذا رباعيه كامله، كل اللاعبين يرفعون معنويات اللاعب لوموتي، نعم وفسحة صيفية هذه الأمسية، نعم لأنه كنا تكلمنا